سيد منصور، التطورات كانت بطبيعة الحال متسارعة في شبوة بدخول ألوية العمالقة وتحرير عسيلان والآن في بيحان وأيضا تحرير مواقع عديدة. ما سبب هذه السرعة في تحرير هذه المواقع، وأيضا في المقابل سبب انهيار الميليشيات الحوثية أيضا بهذه السرعة؟ هو الوضع طبيعي ومنطقي جدا. بمجرد زوال السلطة التي كانت تدير شبوة وتتحكم بسير المعركة وتسهل الأمور للحوثي للسيطرة والتقدم على حساب المناطق عدد مديرية في شبوة، بمجرد زوال هذه الميليشيات وقدوم سلطة محلية جديدة وقدوم قوات جادة وصادقة قادرة على خوض المعركة، ايضا في مقابل انه الميليشيات التركيه ليست بتلك القوه التي تمكنها من الثبات او الصمود، هي لم تكتسب قوتها ولا تقدمها ولا انتصاراتها الا من حاله التقاتل وحاله التنافي التي وجدتها لدى بعض الانويه المحسوبه على الاسف على الشرعيه اليمنيه او ما يسمى ببعض انويه الجيش اليمني. الانتصارات هذه جاءت نتيجه انه كانت الناس في شبوه، كانت القوات العسكريه بشكل عام متحفزه لخوض هذه المعركه ولديها نفذات وقرار نهائي بانه لابد من تحرير هذه المحافظات للمديريات المسلمه من قبل الميليشيا الحوثي وطرد هذه الميليشيات منها وتأمين هذه المحافظات ورفع معاناة أهلنا في محافظة شبوة. نتوقع بأن هذه المعركة بشكل عام ستقسم في وقت قياسي. القوات الموجودة التي وصلت إلى شبوة حتى الآن 8 ألوية لم تقض منها المعركة سوى لوائين، ألويات الاحتياط ونحو 4 ألوية أيضا ما زالت موجودة في شبوة جاهزة للدخول في المعركة، ربما في بعض المديريات في محافظة البيضاء وأيضا في محافظة مارب. لذلك المتوقع أنه وبمجرد التقوس كل الأنظمة الكبيرة التي أتمشى التركي في طريق القوات وأيضا تأمين الجانب الاستطلاعي فيما يتعلق بتقدم هذه القوات، قوات العمالقة تنطلق بسرعة كبيرة باتجاه تنفيذ المهام العسكرية المنوطة بها، وهي مهام ليست بالكبيرة على هذه القوات التي سبق أن اختبرت في معارك أهم وأكثر غراوة في محافظة الحديدة والساحل الغربي وحققت انتصارات كبيرة. نتمنى أن تكون الأيام القادمة تبلى بأخبار ذرة أيضا تتعلق بانتقال هذه الألوية وتمدد نشاطها باتجاه المناطق الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتأمين محافظة حضرموت وأيضا المهرة، على اعتبار أنه نتحدث عن حضرموت، طبعا نحن نتحدث عن وادي حضرموت الذي إلى الآن تتواجد فيه المنطقة العسكرية الأولى والتي ما زال دورها مشبوها، لا تقوم بأي دور يخدم المعركة في مواجهة السعودية، على العكس دورها عكسي من خلال ممارسة القمع والإرهاب ضد مواطني الوادي وكذا من خلال السطو والسيطرة على منافع النفط في هذه المنطقة وتوفيرها غطاء كبير ومأوى للجماعات الإرهابية المنصرفة التي ارتقت من هذه المنطقة تعود إليها وتخرج منها لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة خاصة في محافظة شبوة.